اروح لاراء جماهيرنا بعد مباراة اليوم وشنو اللي تحدثوه ونرجع. اي والله ما صار صدق. اي والله سجاد بكينا. سجاد دعا من خلال قناتكم وبرنامج الاخ الزميل نبيل، العده غيره وشرف. اذا انت عراقي وتحب العراق، عمي احنا ما نحب العراق. عمي طلعوا طلعوا، كافي كل لاعبين خلي يطلعون من المنتخب. عمي نبوس خناذركم بهالطريقه، نحكي كافي. الشعب ميل من عندكم، المنتخب مو مالتكم، المنتخب مال الشعب. يكون سهل الله. شفنا الهدف الثاني بألم، وانا شفت غريب عليك وشفت الألم بعيونك. كفو. مات لا والله ها سولف انا جاوبه شرفك. يعني ربع ساعه ما قدروا يحافظون على جول. وين الهجوم مالنا؟ الدفاع مالتنا مهتز، يعني المدرب يتحمل مسؤوليه. هاي فرحه العراق كله فرح. ربع ساعه ما دبروها نهائيا. زين هاي جريمه عمي، والله جريمه. هو فريق الامارات هم فريق زين، هاي يتحملها المدرب واللاعب كله. شجعه الله يخليك والله العظيم. يعني دابين نبقى حرنا ومهمنا. اللهم صل على محمد. ما يصير يا اخي والله ما يصير. يعني منتخب دابين حرب، يعني ما يصير يا اخي والله العظيم ما يصير. شنو زوجك من اللاعبين اليوم؟ كل اللاعبين اللاعبين ذولا ما يعني من ضوجني. اقول لك شغله، الله وكيلك عايف جهال وعايف الدين. جيت اشوف اللعبه بيناتنا العباس. انت من ضوجك اليوم؟ من ضوجني؟ اللاعبين مجرب؟ لا والله كلهم، حتى صاحبتي. من ضوجك اليوم؟ كلهم ضوجوني. تعادل ما مقتنع بيه؟ لا طبعا مش مقتنع بيه. يعني دقيقتين ما قدروا يحافظون، دقيقتين بس فرحنا وبعدين رجعوا وتعادلوا هن دقيقتين وتخلص اللعبه. ما قدروا يصالحون هذا الجمهور الجاي ازرهم مع الاسف. وين المشكله باللاعبين؟ اكيد امير العماري نزل دقيقه 70، المفروض ينزل بدايه الشوط الثاني. يعني المدرب يتحمل مسؤوليه؟ طبعا اكيد. اللاعبين بالدرجه الاولى، اللاعبين بالدرجه الاولى. بعد شيء يجيبوا لهم؟ يعني دول ما يستاهلون مثل المنتخب؟ لا اكيد، خليه يطلعون عمي، خليه يطلعون تشلبه، خليه يطلعون. اولا دول منتخب الواسطات. مختصر الكلام حمزه هادي اختصرها بكلمتين، ايش والعاقل يفتهم، ولو عندهم احساس وكرامه ما يظلون بالمنتخب، يتركون المنتخب. هاي كل اللاعبين مشمولين بهذا الكلام؟ لا كل لاعبين. ووجه لهم كلام حمزه هادي، اذا عندهم احساس وكرامه يتركون المنتخب ويطلعون، اذا عندهم احساس وكرامه. من ضوجك؟ ما اعرف والله. انت ليش بس اهدي؟ ايش تحكي يعني؟ ايش تحكي والله؟ حكينا. انت فرحت بالهدف الثاني مال المنتخب؟ ما فرحنا طبعا، فرحنا، بس لو حافظوا على النتيجه كان فرحه صار. من يتحمل المدرب؟ اللاعبين من يتحملها؟ والله ما اعرف شنو نزل همام طارق، ما اعرف هو مكانه دفاع؟ لا لا، ليش ينزل الدفاع؟ ما اعرف. المدرب؟ طبعا المدرب. والله اللواعب كلهم ضوجون، كلهم يعني ما حد بيهم قدموا يعني احسن من ذيك اللعبه، بس مو المستوى. يعني دقيقه واحده ما يحافظون على الجول، دقيقه واحده الله اكبر. من ما يستاهل يمثل المنتخب اليوم؟ والله كثر ارباع الفريق ما يستاهل. امام طارق السوى، امام طارق السوى سوى المنتخب كثر ارباع. والله كثر ارباع. والله المشكله بالمغتربين، المغتربين المفروض ينزلون معاكم، يعني عندهم عداوه للمغتربين. يعني المعماري المفروض ينزل اساسي، يعني هواي لواعيب، هواي لواعيب عندنا مغتربين. ياسر قاسم المفروض يجيبوه يسحبوه، يعني عندنا لواعيب مظلومين مع الاسف. دقيقتين ما قدروا يحافظون على الهدف. هي المشكله مو شيء. احنا رجع الصراحه غير مستمع، يعني قل عندهم ثلاثه او اربعه والبقيه اوت، ثلاثه اربعه بالزايد. يعني همام طارق، انت الله عليك همام طارق، يعني تنزل يعطي جول علينا هسه؟ ما ترهم والله، ما ترهم والله. ما اعرف شو احكي على حال هذا الجمهور المريض والرجال الكبير بالسن اللي دموعه بطارف عينه. اذا غيرتكم تقبلها ان تشاهدون ابناء شعبكم وجمهوركم اللي وصلكم لهاي المرحله بهاي الحاله، فانتوا وضميركم بعد، انتوا وضميركم. رجل شعره متروس شيب يبكي لان ما فرحتوا، وشخص ينتكي على العكازات طلع زعلان، وغيرها وغيرها وغيرها. ليش؟ لان ما طورتوا نفسكم. لان كلاعبين تاخذ الفلوس
300 مليون 400 مليون تشتري لك سيارة، ودائما نقولها شقاق وونسة وكيف ما تروح تسوي لك بيت بمسبح وبقاعة للحديد وتطور نفسك وتكون لي لاعب ترفع راسي كعراقي مثل محمد صلاح. ما تفكر بهالتفكير، لأن أنت أصلا مو لاعب، أنت أصلا مزور 4-5 سنين، فش تريد يعني؟ يعني وين تريد توصل؟ إيش كم موسم تلعب؟ موسم موسمين ثلاثة والنهاية شنو؟ هيك تكون النهاية. راية الله بيضة على جيل 2007 والقبلة والقبلة، أرفع القبة على اللي أسوأ لاعب كان بيهم، الأسوأ لاعب كان بجيل 2007 وبالأجيال القبلة أرفع له القبعة، بس ما راح يرحمكم لا الجمهور ولا التاريخ على هذا الأداء.